الحمد لله على السلامة يا إيمان. الله يسلمك. إيه اللي أخرك كده؟ غصب عني، اليوم كله ضاع وأنا بدور على دادة حليمة، وفي الآخر ما لقيتهاش. ما تتصورش قد إيه أنا قلقانة عليها. ما تشغليش بالك، بكرة أبعت أسألك عليها في مصر. العموم دي آخر مرة تنزلي فيها مصر لوحدك وتسيبيني وتسيبينا هنا نستناكي. يعني لو كنت عرضت عليك انك تيجي معايا كنت رضيت؟ الفراغ اللي حسيت اللي حسينا بيه وانت مسافره يخليني ارضى.